دور الازهر. حياتك الخاصة؟ والله بص، هو الهيرة موجودة طبعا في كل حاجة، بس أنا يعني أنا ما مشغلش بالي فيها بصراحة. أنت متجوز؟ وعشان أنا متجوز. أيوة، تعالى بقى قول لي. تعالى عندنا. لا والله، والله بص أنا الحمد لله يعني ربنا كرمني بواحدة مالهاش علاقة بالغيرة تمام. الحمد لله. دي حاجة ما بتغيرش. أثرت عليا مسافات كتير أوي. طب أنت ما بتغيرش عليها؟ يقول ده بيكذب أكيد ده.